نقرأ عنوان من جريدة الدستور: مصر تلهم العالم، عودة الثقة تسهم في تحقيق معدلات نمو استثنائية وازدهار الاقتصاد. عنوان تاني من الجريدة نفسها بيقول: توقعات بارتفاع الاحتياط الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار خلال شهرين. أستاذ محمد، نبدأ مع حضرتك برؤيتك للتغيير الإيجابي اللي حصل في رؤية المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري بعد طبعا الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، ورؤيتك كمان إلى أنه ده بيؤكد على أنه مصر مرشحة أكثر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. خلينا برضو نسأل سؤال، هو ليه دايما مصر يعني المؤسسات المالية الكبيرة مهتمة بمناخ الاستثمار فيها؟ إن مصر هي رمانة ميزان جذب الاستثمارات في المنطقة، وبالتالي أي شيء بيخص مصر في هذا الإطار بيؤثر سلبا أو إيجابا. فبالتالي المؤسسات لما بتهتم دائما بالتصنيف الائتماني وبمؤشرات الاقتصادية لمصر والإصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى زي صفقة رأس الحكمة، مهدت الطريق إن احنا يبقى تصنيفنا متقدم جدا. موضوع الاستثمارات أدى إلى إن المؤسسات المالية الدولية يعني ترفع تصنيف مصر وتؤكد على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر. وأيضا إحنا النهاردة الصفقة دي زائد صفقات أخرى في الطريق مهدت طريق مشاريع كثيرة جدا في انتظار أن تكون على نفس مستوى مشروع رأس الحكمة. بالعكس، بتأكيد النقد الأجنبي اللي بقى يعني بقى متوفر للعملة الدولارية، وبالتالي حصل إفراجات جمركية، وشفنا ده أثر على انخفاض أسعار السلع وانخفاض الأسعار في كل المجالات، ومرشح أنه الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2024-2025 تصل إلى حوالي 53.3 مليار دولار، وده حجم كبير وبيؤكد على الإجراءات الحكومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأن احنا شغالين صح رغم كل التحديات اللي بتواجه شغالين العالم. صح وعنا على كل الجوانب. بالفعل، كيف سيؤثر قرار أو موقف أو مشروع أو تطوير في جانب من جوانب الاقتصاد أو إحدى قطاعاته على باقي القطاعات الاقتصادية ويؤثر إيجابا اجتماعيا؟ بالفعل، وخليني برضه أضيف لده أنه المستثمرين، ثقة المستثمرين تأتي من مثل هذه الإجراءات ومثل يعني النهاردة لما صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر ليس الهدف هو الحصول على مليارات، ما عندنا حاجات بتجيب أكتر من 8 وال 12 مليار، لكن أنت بتاخد شهادة ثقة للمؤسسات المانحة وللمستثمرين، هناك ثقة في الاقتصاد المصري. اليوم أنت قضيت على السوق السوداء، وبالتالي أنا أظن مع طبعا الطفرة اللي بتحصل في عدد المستثمرين اللي بيجوا مصر واللقاءات اللي بيعقدها السيد الرئيس مع المسؤولين الدوليين ودخول الشركات والقطاع الخاص وغيرها، سيؤدي إلى مزيد من جذب الاستثمارات إضافة إلى المدن الجديدة والبنى التحتية. أستاذ محمد، للقاءات وحرص مختلف الأطراف ودول العالم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مصر، يمكن ده كان نتاج عديد من اللقاءات مع مختلف رؤساء دول العالم. يعني الرئيس منذ أن جاء إلى الحكم في 2014 هو جال الكرة الأرضية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا للتأكيد على جذب الاستثمارات، وكان مفيش لقاءات، حتى لقاءاته اللي كان بيعقدها على هامش الزيارات الخارجية اللقاءات سياسية و يعني مناقشة جميع الأحوال في المنطقة وعلاقات مصر، كان دائما ما يلتقي بالمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات، والرئيس بنفسه يتفاوض حتى مع الشركات الكبرى زي ما شفنا ده مع سيمنز وغيرها من الشركات الكبرى. فمجدي أصبح في حالة من التنوع الحقيقي، يعني أنت منفتح على العالم كله وعندك تنوع ما بين دول تصدر لها وتستورد منها وتتعامل معها بشكل اقتصادي في تبادل تجاري بين مصر ومختلف دول العالم.